مشاهدينا الأعزاء، مرحبا بكم، أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع في قناة القلم وفي زدني علما في هذه الحلقة لتأتيكم مباشرة تماشيا مع الحدث اللي نعيشوه، وإن شاء الله يا ربي نعيش أحداث طيبة وسعيدة في تونس من خلال استقبالنا بإذن الله لعيد الفطر المبارك، أيام معدودات بقيت في هذا الشهر الكريم، بل هي سويعات قبل عيد الفطر المبارك. حبينا يكون استديو البث يكون مباشر معاكم في قناة القلم، وحبيناه التواصل أيضا يكون مباشر حتى نستقبل مع بعضنا إن شاء الله فترة جديدة، ونودع فترة نعتبروها كانت صحيح هي أيام معدودات ولكنها بقيت سويعات معدودات، وإن شاء الله السويعات هذه تكون خير وبركة على كل مشاهدينا الكرام. سيد البث المباشر مش تتواصلوا فيه معانا سواء كان عن طريق الفيسبوك الصفحة الرسمية لزدني علما وإلا عن طريق البريد الإلكتروني، مرحبا بكم، تجموا تبعثوا استفساراتكم وإلا أي موقف تحب تبديوه فيما يتصل بنهاية شهر رمضان، وإن شاء الله نستقبل فترة جديدة ما بعد عيد الفطر المبارك. هل هناك أسئلة تتصل بهذا الشهر؟ وهل هناك أسئلة تتصل بهذه الفترة تحديدا من خلال موقفكم؟ فمرحبا بكم، أهلا وسهلا بهذه السويعات الباقية من شهر فضيل. أما هذه السويعات يلزمنا نقولولها سلام، والسلام هذا مش يكون لكم ولهذا الشهر الكريم اللي نودعوه، فسلام من الرحمن كل أواني على خير شهر قد مضى وزماني، سلام على شهر الصيام فإنه أمان من الرحمن كل أماني، لئن فنيت أيامك الغر بغتة فما الحزن من قلبي عليك بفاني. وما تصورش أن الناس اليوم وربما غدا وعندما تغادروا هذا الشهر الكريم تغادروا وما يبداش فما إحساس، ما تبداش فما عاطفة خاصة، لأنه أسئلة رفقنا ونحن نودع هذا الشهر الكريم اللي تتسارع أياماته، والأسئلة اللي تخمرنا شنو احنا أضفنا لهذا الشهر، شنو اللي بقى في دواخلنا من هذا الشهر، شنو ربما من هذه المدرسة اللي دخلنا لها وإحنا بإحساس كبير ودخلنا لها كذلك بعاطفة وبإيمان قوي، شنو اللي خليناه في هذه الفترة، وشنو اللي يمكن أنه الشهر الكريم يضيف لنا ما بعد هذه الفترة. يا هل ترى سنتعامل معه كمدرسة انتهت لمدة زمنية معينة، وإلا فما قيم بقيت خالدة ولابد أن تبقى خالدة. كيف سيكون مستوى الإيمان بعد شهر رمضان الكريم؟ كيفاش مش نتعامل مع الخالق ومع الخلق بعد هذا الشهر الكريم؟ أسئلة عديدة مش تكون معاكم اليوم في هذا الاستوديو المباشر من زدني علما على قناة القلم ومع ضيفين كريمين أنسونا بحضورهم اليوم في الاستوديو، كما أنسونا على بقية شهر رمضان الكريم. يسعدنا أن نرحب بالأستاذ أحمد بوشحيمة، مرحبا بك يا سي أحمد. السلام عليكم، أهلا وسهلا أخي نوري، حضرات المشاهدين الكرام، مرحبا بكم في هذه المحطة الخاصة ونحن على مشارف عيد الفطر المبارك ورمضان الكريم يستعد للرحيل، سيترك في قلوبنا شوقا حتى يعود من جديد، عسى أن نكون من عواده إن شاء الله السنة المقبلة. نسأل الله أن يسلم لنا رمضان وأن يسلمنا لرمضان أعواما وأعواما بإذن الله تعالى. سنة كل عام وانت بخير. نعم، مرحبا بأخي محمد المديني، وإن شاء الله الحصة هذه يكون فيها شيء من الإضافة بما يفتح به الله علينا، إنه هو الفتاح العليم، وبما يتسع له وقت هذه الحصة. يعيشك سي أحمد، ووقت الحصة كالعادة مش يكون مع مشاهدينا من 3 حتى للأربع ونص، مش يكون في تواصل مباشر معكم. أيضا يشرفنا بالحضور في الحصة اليوم الأستاذ محمد المدنيني، مرحبا بك سي محمد. بيكم جميع المشاهدين، بسم الله الرحمن الرحيم، في هذه السويعات القليلة التي ما زالت تفصلنا عن عيد الفطر، وفي هذه السويعات التي سنفارق فيها شهرا كريما مباركا، مش نستثمر قول لرسول الله صلى الله عليه وسلم 3 لا ترد دعوتهم، ومن هؤلاء الصائم حتى يفطر. وما دمنا في حالة صيام أدعو الله سبحانه وتعالى
أن يجمع قلوب التونسيين وأن يؤلف بينهم وأن يجعل أمرهم بينهم رشدا وأن يخرجهم من حالة التجاذب هذه ويعودوا عباد الله إخوانا باش الناس الكل تعيد بقلب واحد وبفرحة واحدة وما ينغص عليها حتى أحيات حتى شيء إن شاء الله. إن شاء الله دعواتك مقبولة سي محمد، وأكيد أنه التوانسة الكل الدعوات هذه في ألسنتهم وفي قلوبهم، لأنه الإنسان كيف يكون في خالص إيمانه مع ربي وتكون دعواته صادقة مؤكد بإذن الله هذه الدعوات تصل إلى الخالق، وإن شاء الله يا ربي يستجيب لدعانا. أنتم مشاهدين الكرام مش تعيشوا معنا هذه الأجواء المباشرة في توديع شهر رمضان الكريم، وإن شاء الله نستقبل مع بعضنا عيد يكون إن شاء الله سعيد على الأمة الإسلامية قاتبة وعلى التوانسة الكل اللي يشاهدوا فينا في قناة القلم. احنا نحاول نتواصل معكم سواء كان بالاتصال المباشر أو من خلال الروبورتاجات اللي تخلينا نسمع أصواتكم وتخلينا دائما في تواصل مع مواقفكم مع استفساراتكم ومع خاصة منطلقات تعاملكم مع نهاية هذا الشهر الكريم، كيفاش تتعاملوا معه وشنو مش يخلي في قلوبكم وشنو مش يخلي في أذهانكم. شنو شعورك كنت تودع في شهر رمضان؟ شهر رمضان شهر عبادة وشهر خير، مش على روحه توا وإن شاء الله ربي يوصلنا للي بعده. والله أسف أسف عميق جدا، مش نخلو الشهر يمكن نرجع للشهر العام الآخر ولا لا؟ إن شاء الله ربي يلطف بينا القضاء، إن شاء الله رمضان المبارك إن شاء الله يكون أحسن. شعور كل مواطن تونسي مسلم، إن شاء الله ربي عيدوا علينا بالخير. والله حزين، والله متأسفة عليه برشا، وماذا بيا معناها مكملش رمضان، ماذا بيا تزيد أكثر من شهر صحشو شوية. الحمد لله ربي، أنا ماذا بيا يزيد شيء آخر باهي، أنا والمني رمضان بأسف نحبوه ياسر شهر رمضان، رمضان بركة ورمضان الخير، ولو أن وقعت فيه قلاقل وتقلقنا برشا على الشهداء الله يرحمهم وينعمهم، لكن رمضان جو وحده تعبنا على الاخر. إن شاء الله ربي يعودوا علينا بالخير، وإن شاء الله كل عام وإحنا حيين بخير وكاو شي ما يدوم كاو تعدى وسباس وشي ما يدوم. الشعور هو ثم فرحة، ثم فرحة أنه إحنا خرجنا سلامات إن شاء الله من شهر رمضان وكملناه، وإن شاء الله ربي يتقبل منا ويتقبل من جميع المؤمنين والمسلمين العرب الكل. ثم فرحة أخرى أنه إحنا مش نعيد إن شاء الله، وإذا كان عيدنا هذا يدل على أنه ثم كلم الشمل، خاصة إحنا في صفاقس نجيو من تونس نجيو من كامل الولايات الجمهورية باش نتلمدوا لهنا. باش نقول لك أختي والله باش نخلي بلاصته رمضان الرسمي، خاطر فيه جوات وصاريات وواحد هكا إن شاء الله كلام إحنا حي بخير وبر. شنو هي أحسن حاجة تنجم تعملها وألا شيء تنجم تقدمه وأنت تودع في الشهر هذايا؟ أحسن حاجة هو أنك صلة الرحم ديما تقعد، أنك تغذر الجارك اللي ما عندوش، أنك تشوفه معناه إيش ناقصه وتحاول تساعده وتحاول تفرحه كما فرحت أنت. الطاعة لله سبحانه وتعالى لا أكثر لا أقل. نصدق باللي عندي، في ناس نعطيو صدقات للمواطنين الفقراء. نصدق مع بابا وماما كيف يصدقوا كل، وانا نحب نعاونهم نفرح الناس الكل، مش توانسة الكل يبداو كيف كيف ما يحس حد بالنقص ولا بالاختلاف، معناتها نتضامنوا الكل ونتعاونوا. احسن حاجه نجم نقدمها هي بابا، مش نقدمها كنا توانسة الكل، نعاون اخواننا الفقراء والمساكين وكل شيء، نعاونوهم كل شيء معناها. واحد ماذا بيه كان عنده يصدق بطبيعه المصالحة والمسامحة وسماح ما بين العباد، وهذيك هي أجمل حاجة الحمد لله. نعاودوا شوية الزوالي اللي ما عندوش فلوس، ما عندوش باش يعدي رمضان وما عندوش باش يعيد. والله العبد أحسن حاجة يعملها هو الخير في حياته في الشهر المبارك. أحسن حاجة نحب نقدمها هي كلمة به التسامح، الناس الكل تشعر اللي معناتها أهم حاجة في تونس هي التسامح. نعين اللي لازم نعينه فقير ولا ونعين الوالدية، نعمل الخير بزايد الصدقات، قراية القرآن، الإحسان، معناتها قدر الأمكان، معناتها من جميع النواحي، بالكلمة الطيبة، بالمال، بالنصيحة، إيثار الغير، بكل شيء كل شيء. واحد يعني نجم يعمل الخير واللي نجم يصدق واللي نجم يذكر العباد اللي ما عندهمش وكاهو، إن شاء الله ربي يقدرنا وإن شاء الله ربي يعطينا منين نعطيه وكاهو. إحنا نكثروا من الصدقات،
ونفرحوا الناس اللي هما ضعاف الحال هذوما اللي تلقاهم موجودين في البلاد. هذا الشهر الكريم كما كنا نسمعوكم وكما كنا نشاهدوكم مش يكون أكيد عنده أثر عندما يغادر، ولكن الأثر متاعه يا هل ترى سيتواصل ما بعده هو في مستوى الأعمال وفي مستوى السلوك وفي مستوى ما نقوم به من تصرفات ولا لا؟ شو مستوى الإيمان اللي وصلنا له في نهاية هذا الشهر الكريم وما بعد هذا الشهر الكريم؟ يا هل ترى مش يكون هذه الشحنة اللي خذيناها في هذا الشهر الفضيل كافية على امتداد عام كامل أنه نزيد نشحذ هممنا ونقويه من درجات حسناتنا وكذلك أعمالنا ولا لا؟ كل هذه الأسئلة نحاول كما طرحناها عليكم في الروبورتاج نطرحها على ضيوفنا الكرام. سي أحمد، شهر خفيف يتعدى بسرعة، صحيح هو أيامات ومعدودات مثل ما وصفها سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، ولكن حتى ساعات المؤمن يتعدى عليه كأنه سواء تقول أنا مازلت كي دخلت هذا الشهر وغادرنا بسرعة. نعم، بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. رمضان هذا الضيف العزيز الكريم الخفيف الظل، رمضان هذا الشهر الذي نترقبه بشوق ونودعه بين الفرحة والأسى، الفرحة باستقبال العيد وشيء في القلب من اللوعة على فراق هذا الشهر الذي باشرنا خلاله أعمالا نفتقدها في غير رمضان، صلاة التراويح وقيام الليل وهذا ربما الإحساس بجو من الخشوع ومن التواصل بين المؤمنين في مساعدة الفقراء وما إلى ذلك، اللي هو يقوى في الشهر الكريم، اللي هو ترتفع الجرعة ترتفع جرعته في شهر رمضان. إذن هذا الشهر هو شهر أياما معدودات حل بيننا وهو يستعد للرحيل، هو شهر العبادة، ولا بد أن نذكر أنفسنا بأن من كان يعبد رمضان فإن رمضان قد ولى وانقضى، ومن كان يعبد رب رمضان فإن رب رمضان حي لا يموت على مدى الدهور والشهور. ولذلك لابد أن نستوعب هذا المعنى لنتزود من رمضان لباقي العام حتى يتصل الخير بالخير، فمن دأب في رمضان على تلاوة القرآن فليواصل، ومن تحسس حالة الناس ضعفاء وأحسن إليهم من مال الله الذي أتاه فليواصل. صحيح. الذي وجد من نفسه رغبة وعزما ليقوم الليل ما تيسر له أن يفعل ذلك فليواصل. إذا ما نخرجوش من مدرسة رمضان وقد وعينا بعض دروسه لنواصل المسيرة خلال ما تبقى من العام حتى يأتينا رمضان المقبل إن شاء الله تعالى، إن شاء الله. فيتصل الخير بالخير إن شاء الله. إن شاء الله ديما خير، إن شاء الله ديما خير سواء كان في هذا الشهر الكريم أو ما بعد هذا الشهر الكريم. سي محمد، شهر رمضان خفيف كما قال سي أحمد وضيف كريم بركاته تحل علينا في كل المستويات، حتى الإنسان عندما يدخل هذا الشهر كان ربما قليل المال ولا قليل الحاجة، الحاجة تصبح متوفرة والحمد لله بإذن ربي تعالى، وأكيد أنه هذه بركة من عند ربي سبحانه وتعالى. رمضان سنة جينا في الصيف والإنسان فما صبر كبير ينزل في هذا الشهر الكريم على غير حتى بقية الأشهر، وكأنه هناك حكمة من عند الخالق العظيم في هذا الشهر الكريم. وثم حكمة، والحكمة كبيرة من عند ربي سبحانه وتعالى باعتباري شهرا معظما، والشهر المعظم هذا عظمته كانت من جراء حدث وقع فيه، والحدث هذا هو نزول القرآن
على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبه أخرج الله الناس من الظلمات إلى النور، وبالقرآن تنشرح الصدور، وبالقرآن تنزل البركات، وبالقرآن تكون الرحمات من الله سبحانه وتعالى. ورمضان هذا لكل شيء ما إذا تم نقصانه وسبحان الله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كنا ننتظره بشوق، كنا نستعد لقدومه فرحنا به، ولكنه تقضى يوما بعد يوم، وها نحن اليوم في الفترات الأخيرة بل في السويعات الأخيرة من عمر هذا الشهر الكريم. والمهم على أن أعمالنا التي قدمناها ستكون شاهدة علينا يوم القيامة، كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوات في نهاره فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته من النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعاني. أيها المؤمن الكريم، إذا ما صمت رمضان فإن الله سبحانه وتعالى سيشفع لك بصيامك هذا يوم القيامة. والمهم، نعم المهم، أنك إذا ما صمت على التقوى وإذا ما أخلصت النية وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فإنه سيرى أثر بركته. نحن نرى تغيرا في أنفسنا، تتغير أنفسنا، تتغير علاقتنا، نشعر بأجواء جميلة رائعة يضفيها رمضان على حياتنا كلها. ولذلك لو علمنا ما في رمضان من الخير والبركة لا وددنا ولا تمنينا أن تكون السنة كلها رمضان، والحمد لله على ذلك. الحمد لله على ذلك، إن شاء الله رمضان ديما بركاته متواصلة على امتداد السنة. ولكن نسأل أنفسنا، كيف خرجنا في هذا الشهر الكريم؟ شنية الحسنات اللي حصلناها، وربما الحسنات اللي زمنا نحصلوها مع مع هذا الشهر الكريم وبعده؟ أستاذ أحمد، لابد أن نقف وقفة محاسبة ونحن نستعد لتوديع هذا الضيف الكريم، هذا الضيف الذي حل بيننا فأسعدنا وأمتعنا ووجدنا فيه سبحات لأرواحنا في عالم من الجمال ومن الخير، في عالم التقرب من الله سبحانه وتعالى. حساب النفس يكون باستعراض ما فعل الإنسان وبتثمين ما فعل من خير، وربما بالعود على نفسه بالعتاب فيما قصر أو فيما أذنب. فحسابنا هو أن نقول: ماذا فعلنا في رمضان إزاء ربنا؟ من تلاوة قرآن، من قيام ليل، من صلاة، كيف كان صومنا؟ هل كان صوم العبادة الحقة أم كان صوم العادة؟ هل تخلقنا بأخلاق الصائمين؟ هل طبقنا ما أرشدنا إليه حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال لنا: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. هل كظمنا غيظنا وأمسكنا أنفسنا عن الغضب والانفعال؟ هل تسلحنا بالصبر؟ ورمضان شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، والله تعالى يقول: وبشر الصابرين. هل فعلنا أشياء أخرى إزاء المخلوق ترضي ربنا وتمتن الأواصر بيننا؟ هل وصلنا أرحامنا؟ هل نظرنا إلى الجار الفقير بعين الرحمة والإحسان، بعين الرحمة وبيد الإحسان؟ هل تواصلنا مع مجتمعنا في بيعنا وشرائنا بتلكم الأخلاق الإسلامية التي ينبغي أن تترسخ وتتأكد في شهر رمضان؟ نعم. إذن حساب النفس لابد أن يكون على مستويين: ماذا فعلنا من إيجابيات لنثمنها ولنتمسك بها ولنواصل في نفس الاتجاه، والجانب ربما جانب التقصير أو جانب ربما لا سمح الله التورط في بعض الآثام، لنجتنب ذلك ولنستغفر ربنا على ذلك. ومن يستغفر الله
يجد الله غفورا رحيما لا شك في ذلك. إن شاء الله إن شاء الله نصل رواحنا وإن شاء الله نخرج فايزين من هذه المدرسة الكريمة العظيمة شهر الصيام شهر الصيام الكريم. سي محمد صحيح رمضان ولا إن شاء الله وسويعات معناها معدودات وينتهي، ولكن شنو يلزم يرسخ بعد هذا الشهر الكريم؟ الناس في رمضان تتعبد تتقرب إلى الله تتضرع إليه تبتهل تقوم تصلي، ولكن بعد هذا الشهر كهو ودعنا الشهر انتهى ويمشي كل شيء إلى حاله ونرجع إلى سالي في نشاطنا وأعمالنا العادية اللي ربما أحيانا قد يفتر فيها الإيمان ولا بعض الأعمال الصالحة. نعم، والناس لابد من أن ينقسموا وأن يتوزعوا في مستوى الأثر من جراء الصيام. ما معنى ينقسموا يا محمد؟ فسرنا ما الناس يعني ينقسموا، يعني حتى لا تؤول على غير ظاهر لفظها. والكلام بخواتيمه ونحن مش نفسر، سنفسر هذا. يعني هناك صنف من الناس كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. هؤلاء الذين صاموا إيمانا بالله سبحانه وتعالى وتصديقا بأوامره وبكتابه، وأولئك الذين صاموا احتسابا لله أي جعلوا هذا الصوم بينهم وبين خالقهم، فالتزموا بأداب الصيام والتزموا بمقتضيات هذا الصيام. إذا التزموا مش يكون ثم أثر في حياتهم، يعني أن الصوم دربهم على الخير ودربهم على الصلاح ودربهم على الاستقامة ودربهم على الصبر، دربهم على تلاوة القرآن وعلى حضور الصلاة جماعة وعلى الدعاء وعلى تحسين السلوك. هؤلاء تدربوا واستفادوا من تدريبهم هذا، عندما يخرج رمضان لابد من أن يترك أثرا في حياتهم. لما؟ لأنهم يعتقدون أنهم يعبدون الله في رمضان وفي غير رمضان. نعم. في رمضان يزداد إيمانهم. صحيح. تزداد طاعتهم، يزداد تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن بعد رمضان لا ينقطعون عن الله، لا ينقطعون عن العبادة، لا ينقطعون عن فعل الخير، كيفما قال الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابي: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. هذا الذي استفاد من مدرسة الصيام، زاد زاده الصيام قوة وعزما وحزما وتقربا وعبادة وصلاحا واستقامة. الصنف الثاني هو الذي صام كما يصيم سائر الناس، أي انقطع عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ثم فيما بعد انصرف إلى عادته وانصرف إلى سلوكه اللي كان يقوم به قبل. هيك علاش تنلقاو صنف من الناس الليلة يتحررون من كل القيود. ما هو ربي سبحانه وتعالى في رمضان يغلق أبواب جهنم ويفتح أبواب الجنة ويصفد الشياطين. الشياطين بعد انقضاء رمضان سيعودون إلى عملهم. هؤلاء الذين نستعد لمواجهتهم نستعد لمواجهتهم بقوة إيماننا وبقوة أنفسنا وبمدى تحكمنا في أنفسنا. اللي نفسه ضعيفة تلقاه الليلة مش يتحرر من جميع هذه القيود اللي ما كانش يعمله في رمضان يولي يعمله في رمضان. هك علاش نراه في ليلة العيد مشاهد ليس ما عندهاش حتى علاقة بالصيام، وما عنده حتى علاقة بالقيام، وما عنده حتى علاقة بالقرآن. ربي سبحانه وتعالى يقول: إنما يتقبل الله منين؟ إنما يتقبل الله من المتقين. وإذا كان يريد الواحد منا أن يعرف أو أن يدرك أو أن يعلم مدى قبول الله لصيامه، راه يعقب الصيام متاعه بطاعة. وإذا كان الإنسان بعد الطاعة هذه اتجر للمعصية، راك علامة ما هيش باهية. هيك علاش نتناصح ونتواصى على أن نكون عابدين لله كيف ما قال سي أحمد في رمضان وفي غير رمضان. في غير رمضان. نعم. واعبد، يقول ربي سبحانه وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. نعم. يعني حتى يأتيك الموت وأنت أيها المؤمن في عبادة من لحظة أن أصبحت مكلفا إلى أن تلقى ربك. نعم سي أحمد، رمضان مش يمشي على روحه وكأنه واجب محدد في الزمان وفي المكان، نعمله اللي عملناه بعد نرجع نعمله عكس ذلك كما كان يذكر أستاذ محمد. إذن التصرف ما بعد رمضان لابد أن نستلهم فيه حكمة رمضان. حكمة رمضان مش معناها تنقطع بنهاية الشهر الكريم. هو تصرف الإنسان بمجرد خروج رمضان يعكس قيمة
نوعية العبادة التي كان يتعاطاها. يعني إذا كان قد صام رمضان إيمانا واحتسابا، إذا كان قد اعتبر بمعنى أخذ العبرة من رمضان، إذا كان قد استوعب الدروس الرمضانية، الدروس التي استقاها من التراويح في تجمع الناس على طاعة الله في أطهر أماكن الأرض في بيوت الله، إذا كان معناها عاش سويعات مع القرآن الكريم، إذا كان قام في جوف الليل يصلي ويتضرع إلى الله تعالى، وكان الصدق يملأ كيانه ويملأ وجدانه في تلكم اللحظات، الأكيد أنه عند خروج رمضان سيجد زادا يكفيه ويستأنس به لبقية العام، وخروج رمضان لن يغير سلوكه من النقيض إلى النقيض. من الذي يتغير سلوكه من النقيض إلى النقيض، أو ربما معناها من ما يبدو أنه طاعة وقربات وإلى معصية والعياذ بالله؟ بعض الناس هداهم الله ليلة العيد يبادرون إلى معاصي، إلى شرب خمر مثلا. عفانا وعفاكم الله، نسأل الله السلامة والعياذ بالله السميع العليم. هناك ناس وكأنهم كانوا في سجن وخرجوا من هذا السجن وتحرر من هذا السجن، تشعر أن الذي كان يردعهم عن ذلك ربما هي سلطة اجتماعية، ليس إلا ربما خوفا من الناس أن لا يقولوا انظروا فلان ماذا يفعل في رمضان، ربما لأنه تعود في أجواء الأسرة ولم يجد الظرف المناسب لفعل معصيته، وربما لو تأتى له ذلك لفعل ذلك في رمضان. إذن هناك فرق في التوجه بعد رمضان بين نوع ونوع من الناس، وهذا بحسب كيف كان المؤمن يعبد ربه في رمضان. رمضان لابد أن يترك فينا بصمته، فليلة العيد هذه هي ليلة مميزة، ليلة قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا ليلة العيد أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب. ومن إحياء ليلة العيد، أو أقل ما يمكن أن نفعله لإحياء ليلة العيد، أن نصلي العشاء في جماعة وأن نصلي الصبح في جماعة، فهذا من إحياء ليلة العيد. أنت دخلتنا إلى المحور الثاني من الحصة سي أحمد، وهذا مهم برشا. لا وهذا مهم برشا، لأنه إحنا على يقين أنه مش يكون محور رئيسي اليوم في حصتنا، هكا ولا سي محمد؟ نعم، كلام سي أحمد مش نتفاعل معاه في اتجاه أننا ينصح بعضنا البعض، احنا وخيالنا المشاهدين ماذا بينا في فترة نكون فيها هكا مع بعضنا، ليستفيد الواحد من الآخر وليأخذ منه ما يساعده على تقوية إيمانه وما يساعده على أن يصمد أمام مصاعب الحياة وما أكثرها. سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه يقول: للنفس إقبال وإدبار، للنفس إقبال وأدبار، فإذا ما أقبلت النفس فألزمها بالعزيمة والعبادة، وإذا ما أقصرت وإذا ما أدبرت فأقصرها على الواجبات والقربات. يعني نفسنا صحيح مرة الفوق ومرة الوطى، يمكن على أن نغلط ويمكن على أن نمشي في الطريق المستقيم، وذلك النفس البشرية، هيك هي النفس طبيعي على الإنسان، مش ديما ماشي في طريق قوي مستقيم لا يحيد ولا ينحرف، ولكن وقتاش يستدرك عندما ينحرف، هذا هو المهم. المهم لأنك كما قال سي أحمد، لأن بعد رمضان إذا كانت القربات اللي قمنا بها قيام الليل والإكثار من تلاوة القرآن ومن الذهاب إلى المسجد، إذا كان هذه الواحد هكا فتر ونقص منها، راهم يلزموش يبعد على الواجبات وعلى الفرائض أن يلتزم بها، وأكثر من هكا أن يبتعد عن المحرمات. نعم، يبعد نعم على المحرمات باش يصلح ربي سبحانه وتعالى شأنه. وإحنا ذكرنا هذا في كثير من الأحيان في زدني علما على امتداد شهر رمضان، أنه رمضان هو فرصة لتعويد النفس على ودربتها على العبادات والخير والصلاح، وكأنه هذا الشهر سي محمد وسي أحمد، وأعتقد اللي أنتم تشاطروني في هذا الرأي، وكأنه بنك
هو دورة تدريبية. هذا البنك فيه رصيد وعم وهو دورة تدريبية، وهذا الرصيد نحاول أنه نعرف كيف نستعملوه على امتداد ما بقي من العام هكا ولا لا فيه. مش الفلوس معناها هي الرصيد الحقيقي، الرصيد الحقيقي من الإيمان. هو دورة تدريبية، وهذه الدورة التدريبية تدربنا على أن ننمي رصيدنا من الأجر من الحسنات، الحسنات اللي قد يتأتى وقد لا يتأتى في غير رمضان، ما يتأتى لنا في رمضان، ورمضان من المواسم اللي فيها تجليات ربانية، تجليات إلهية. نعم. فمن فعل، من قام بخصلة بعمل حسن ليس مفروضا، فكأنما قام بفرض في غير رمضان، ومن أدى فريضة في رمضان كمن أدى 70 فريضة في غير رمضان. فهني فرص لابد أن نغتنمها، الفريضة في رمضان وكأنها 70، وكأنك فعلت 70، هذا جاء معناته الضعف 70 درجة هذا تقريبا في حديث الأجر. شريف في الأجر. نعم. نعم. هذا جاء نعم. في حديث شريف. إذن رمضان شهر الغنائم، الغنائم بأتم معنى الكلمة، معناها الواحد يستثمر ما بقي منه من هذه الأيام المعدودات والسويعات المعدودات كي يرفع بها درجات حسناته، لينمي رصيده. نعم. نعم. لينمي رصيده، ينمي رصيده في كل خطوة يخطوها، ليس فقط بالعبادة، بالصلاة، ليس فقط بقيام الليل، ليس فقط بتلاوة القرآن، بل في التعامل والمعاملة، وهذا ربما له أحيانا درجة أعلى من الصلاة والصيام والصدقة. وفي الحديث الشريف: ألا أخبركم بأفضل درجة من الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. فلو استطاع إنسان أن يغتنم رمضان ويغتنم الأجواء ويغتنم الوضعية الوجدانية لبعض المتخاصمين، ويأتي هكذا بأسلوب ويصلح بين متخاصمين، لو استطاع أن يعيد المياه إلى مجاريها بين أب وابنه، بين جار وجاره، بين زوجة وزوجها، فسيكون في هذا شيء عظيم جدا. نعم، هو حتى بينه وبين روحه سي محمد، معنا صحيح غنيمة نحاول أنه يصلح نفسه، نصلح الآخرين ونصلح بعضنا، ولكن زاد يصلح نفسه، يصلح وهذا نفسه. مهم، وهذا المهم هو الانطلاق ينبغي أن تكون من النفس. لابد. صحيح. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، هذا الأصل، لكن لا يمكن أن يكون الأثر الصالح في النفس فقط، بل لابد من أن نجد الأثر في بقية الناس، تجليات الأثر متاعه. ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، فإذا ما أراد الصلاح لنفسه أراده للناس، وإذا ما أراد الخير لنفسه أراده كذلك للناس. وهك علاش المؤمن دائما يكون مفتاحا للخير مغلقا للشر. ومناسبة كريمة كما قال سي أحمد، ومناسبة عظيمة أن يقوم الإنسان بقربات اجتماعية في أثرها وفي أجرها أكبر عند رب سبحانه وتعالى من الصلاة تطوعا، ومن الصيام تطوعا، ومن الصدقة تطوعا، أن تصلح بين اثنين، أن تمشي في حاجة أخيك، أن تعين ملهوفا، أن تنجد إنسان في حالة متاع، في حالة معناها متورط إنسان في شيء وإلا في ضائقة، هيك من الأعمال التي يريدها الله سبحانه وتعالى. هي حكمة نراها هذه، كان شخص يحب النفس كما يحب الغير، ويحب الغير كما يحب النفس، راهو مجتمعنا كله باس يا محمد، معناها كان هذه الأشياء فعلا تتجسم، وإحنا على يقين أن هذه الدربة تحاول أنكم تمارسوها مشاهدين الكرام على امتداد ما بقي من هذا الشهر الكريم، ولكن غنيمة نرى ماذا سنكسب منها بعد هذا الشهر الكريم في تقرير ثاني معكم أنتم، ثم لنا عودة مع ضيفينا الكريمين في زدني علما. حسب رأيك كيفاش تستعد للعيد؟ بالتهليل والتكبير. الاستعداد هو بالفرحة وبالدعاء للمولى سبحانه وتعالى أنه يستجيب لنا، أنه نكون عدينا الثلاثة فترات متاع رمضان، الفترة الأولى اللي هي فترة عبادة، والفترة الثانية حتى نوصل للفترة الثالثة اللي هي فترة إن شاء الله العتق من النار. والله عادية استعدادتي، ما هيش فماش حاجة سبيسيالة. بالنسبة لنا احنا اصفاق استعدادات عادية، بشر ملوح وحوت المالح. العيد العادة فرحة متاع صغار، هي أكثريته فرحة متاع صغار، دونك شوية بش، شوية حوت مالح، شوية شرمولة وتعدى. نستقبلوا نستنى في صغيرات يتلمدوا ونفرحوا بالعيد كما أيها الناس. عادية جدا،
خذينا وكملنا ولبس على بكري قضيه الصغار يدوزوا وتو قاعدين يكملوا في قضيه العيد. كيف الناس الكل شويه حلو هيك اللمه الواحد صغيرات والدور بيك هذاك هو. حضرنا الحوت الملح والشرموله والحلو كالناس الكل كالعادات الكل معناها كيما كل عام احنا صفاقسيه كيفاش شرينا حوايج جديده كاو نمشيو للناس ونقبلو نمشيو للفامي ونعيدو كاو ان شاء الله كل عام احنا حيين بخير مره اخرى. شنو هي الرساله اللي تحب توصلها لكل تونسي بمناسبه العيد؟ والله بمناسبه العيد ماذا بينا نوقفوا بعضنا الناس الكل نساو شويه خلافات سطوم تاع السياسه هذه ما ساعدنا نوقفوا بعضنا لبلادنا كاو ان شاء الله عيد الناس كلها مبروك وربي ان شاء الله يعديها على خير. ان شاء الله نتمنى لتونس كان الخير وان شاء الله الوضع يستقر وكو. ماذا بيا التوانسة كل يفهموا بعضهم يحاولوا يتفهموا مع بعضهم يحاولوا انا يقعدوا ديما متحابين ومتفهمين معناها فهمت. نتمناو الناس الكل الناس الكل تتوحد مع بعضها ما نحبوش معناها الانتماءات الحزبيه اللي تو معناها فصلت ما بين التوانسه الكل هذا يحب حزب معين وهذا يحب حزب معين ماذا بين الناس الكل راهو الناس الكل التوانسه الاحزاب الكل معناها توانسه ماذا بين الناس الكل تعمل لصالح تونس. ان شاء الله عام مبروك ان شاء الله ديما تونس لاباس عليها فهمنا يبعدونا من الحكايات هذه الاحزاب وهذا وكل يبعدوا على المناصب ويبعدوا على الكراسي واللي عنده قدره باش يشد تونس يشد تونس المهم تمشي طريق الصحيح. نقول كل تونسي ان شاء الله كل عام وهو حي بخير وان شاء الله ديما معناتها فرحانين وان شاء الله ربي يبعد علينا الناس المجومين. يخمموا في مصلحه تونس. مصلحه تونس خاطر كي نقول مصلحه تونس معناتها مصلحه صغارنا نهار اخر هذيك هي. ان شاء الله كل عام وهو بخير وان شاء الله معناها من حسن الى احسن. ونتمنى انا نتمنى من كل قلبي معناها بالحق البلاد ترجع معناها كما كنا وخير ان شاء الله معناها ونتحدوا كلنا مع بعضنا فهمت ويتنحم هالظلم اللي علينا هذيا نحنوا على بعضنا ونحيوا كل انسان اناني ويجبد روحه والناس الكل يخمموا في تونس تونس قبل كل شيء وطننا العزيز تونس تونس تونس. ما أحسنش من هالكلمات اللي كنا نسمع فيها منكم أنتم مشاهدين الكرام خرجت الكلمات من القلب وأكيد أنها توصل للقلب أنه الهدف نتاعنا والغاية هي واحدة مشتركة بين مجتمع متماسك بين مجتمع قيم وتجمع على الخير على المحبة لوطنه وتجمع على التضامن والتكاتف والتعاون والتحابب وهذه هي حكمة هذا الشهر الكريم وهذه هي حكمة ما بعد الشهر الكريم لأنه تونس تجمع الجميع حتى وإن اختلف البعض ما بيناتهم في الأحزاب أو في الرؤى أو في المواقف ولكن اللي يجمعنا هي قيم واحدة من أجل بقاء أفضل لبلادنا ولأهل بلادنا والناس بلادنا وهالحكمة اللي كنا نسمعوا فيها فعلا سي أحمد هي حقيقة هذا الشهر الكريم لأنه شهر يعودنا على قيم نبيلة والقيم هذه هي لازم تترسخ نعم. ما بعده ومن أهم هذه القيم أن العبادات في الإسلام الغاية منها التجميع وتوحيد الناس وتقريبهم من بعضهم والتأليف بين قلوبهم نعم. وزرع التحابب والتواد بينهم صلاة الجماعة الصيام اللي يلتزم به كل المسلمين في شهر وتنتظم الحياة على إيقاع عبادة الصيام بطريقة جميلة جدا الناس الكل كيف كيف الناس الكل كيف كيف ما فماش اختلاف بين فقير أو غني أو غير ذلك نعم. لحظة الإفطار جميع الناس ينتظرون الله أكبر ما أجمل هذا ما أجمل هذا وما أجمل أن ينعكس هذا النظام وهذا الانضباط وهذا الامتثال لأمر الله في العبادة أن ينعكس ذلك على سلوكنا فننبذ الفرقة وننبذ المشاحنات وهذا التوتر الذي ليس له معنى وليس له طعم وليس له مبرر وليس له موجب ما فماش علاش ما فماش علاش نتباغضوا ما فماش علاش نبعدوا على بعضنا المؤمن ينظر شزرا إلى أخيه المؤمن فماش علاش نبعدوا على بعضنا النبي صلى الله عليه وسلم يوجهنا توجيهات حكيمة يقول عليه الصلاة والسلام لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا
شوف هكا التوجيهات محلها، وبخلاف هكا كل العبادات كما قلنا نحسوها تقربنا من بعضنا. فإذا كان لو كان الناس جات تأدي العبادات هذه بصدق وبوجدان وبحس رفيع، أكيد أن ذلك ينعكس على السلوك وما نلقاوش أثر للبغضاء وللمشاحنات في نعم. بين أفراد المجتمع نعم. إذن لابد أن نستفيد من دروس رمضان، وحتى اللي ملقاش من نفسه مستوى كبير في هالاتجاه هذا يحاول أنه يفيق شوية نفسه باش يذكر لها. نفسه ويحاول نعم. يراجع نفسه ويقول إش قاعد نعمل أنا نعم. أنا احنا كنا في شهر صيام، في شهر فضيل، احنا كنا نصلي التراويح مع بعضنا، احنا كنا معناها نرجو رحمة الله، ننتظر العيد، احنا في العشر الأواخر كنا نتحرى ليلة القدر، وكنا في الليالي الوتر نكثف العبادة ونتضرع إلى الله. علاش ما ينعكسش هذا على واقعنا الاجتماعي، على واقعنا السياسي، على معناها الإصلاح بين الفرقاء وتقريب وجهات النظر؟ نختلف، هذا طبيعي أن نختلف، ولكن الاختلاف لا ينبغي أن يفسد العلاقات بيننا، لا ينبغي أن يزرع الشحناء والعياذ بالله بيننا. لا نعطي فرصة للشياطين لكي يستأنفوا نشاطهم بعد رمضان بأكثر معناها قوة. نحاول كل واحد منا يذكر نفسه ويذكر خيانه، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. تنفع المؤمنين. مشاهدين الكرام، كنا نشاهد فيكم الآن في الروبورتاج البعض منكم قال أنا أستعد لي استقبال العيد السعيد بعادات مرتبطة بتقاليد ربما اجتماعية موجودة في أسرنا وفي عائلاتنا، وباهي أن الإنسان يحتفل لأن الجانب الاحتفالي مهم في الأسر وفي العائلات، وعيد الفطر يأتي لكي ينشر الفرحة ما بين الناس وما بين العائلة بين كل أفرادها، وهذا باهي. ولكن العيد ما هوش فقط عادات اجتماعية ترتبط بمأكل وبملبس وربما بعادات مرتبطة بألعاب إلى غير ذلك، ولكن العيد أعمق بكثير من هذا، وكنا نشاهد وإحنا في بعض الأجوبة من خلال الروبورتاج، ونتصور أنه اللي قالوه مهم سي محمد، ولكن العيد يتجاوز الجانب الاحتفالي الظاهري، فما حاجات أعمق وأنبل وأكبر وأروع ما قالوه، على أنهم جميعهم دعوا إلى أن يتآلف التونسيون. صحيح. وتحس المواطن البسيط يقول لك أنا هكا البنية الصغيرة قالت لك أنا مش نعين جيراننا باللي عين به بويا وأمي، وتقال آخر يقول أنا نحب نتقدم بالصدقة، نحب الناس كلها تعيد بنفس الطريقة، ما ثماش واحد ناقص. هذا هو التونسي. صحيح. هذا هو التونسي، وقت نقول التونسي للتونسي رحمة. هذا صحيح. هو وهذا صحيح. اسمع اللي خلاهم يقولوا هكا هي التربية متاعهم، والتربية فيها جانب كبير عنده علاقة بديننا. هذا وقت اللي هكا يتكلموا أنا نستحضر قول الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذه حب يقول ولا أن التوانسة ماذا بهم يعيدوا لبس عليهم. يعني أيها السياسيون، أيها الأحزاب، أيتها الأحزاب، أيتها المنظمات، أيتها الجماعات، أيتها الجمعيات، ما تنخصوش على الشعب التونسي فرحته. إذا كان عندكم خلاف، خلافكم لا يمكن أن يحل إلا من خلال الحوار. ما يمكنش الدرجة تو متاع النضج اللي وصلها شعبنا أكبر من الدرجة اللي موجود فيها السياسيين واللي موجود فيها القدم متاع الأحزاب. ونداء من هنا على أن يحترموا الشعب هذية ويحترموا الأحاسيس متاعهم، ويعملوا على أن يكونوا كمثل الجسد الواحد. والتونسي كغيره كأي مسلم نعم. ما هو للصائم فرحة تاني نعم. فرحة بفطره وفرحة يوم يلقى ربه. يعني يوم العيد إذا ما هي له أسباب الرفاه وكل البهجة المادية اللي مختلطة بالعادات والتقاليد اللي ما عندهاش حتى ما تخالفش الدين، لا بأس في ذلك. يفرح يعمل الشرمولة ويفرح يعمل الحوت المالح ويدخل على صغيرته الفرحة إلى غير ذلك. نعم. ما يقلقش، أما أنه ما ينساش هيك جو الفرحة، ما يمكنش يتعكر بالحرام وما يتعكرش بالفساد، وإنما في إطار ما أباحه الله سبحانه وتعالى. نعم. يعمل كل شيء لكن في إطار المباح. وكليم نعم. عجبتني قال هلل ويكبر في القرآن على عيد الفطر، ولتكملوا العدة ولتكبروا أيوة. الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يعني من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إظهار التكبير ليلة الإعلان عن العيد في الأسواق وفي المساجد وفي
في الشوارع إظهاره علنا يجاهر بذلك في بيته في متجره إظهاراً في كل مكان إظهارا للشعيرة باش الناس هكا تعبير عن شكر الله سبحانه وتعالى. هذا مظهر ثم مظاهر أخرى يجب نتحدث عنها. شنو المظاهر الأخرى سي أحمد اللي حبيت تتحدث عنها حول ما يرتبط بليلة العيد؟ هو الاحتفال بالعيد يعني الجانب الشكلي أو المادي أو الظاهر اللي كنت تحكي عليه أمر مطلوب وأمر يعبر به المؤمن يعبر به الإنسان عن شيء من الفرح في نفسه. فأنت ترى كل الناس في المناسبات السعيدة والمفرحة يلبسون الجديد ويتبادلون التهاني ويتطيبون ويزور بعضهم البعض وترى الابتسامة تعلو محياهم ويحاولون إدخال الفرحة على الصغار والكبار في نفس الوقت. وهذا مطلوب حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد دخل أبو بكر فرأى جاريتين تضربان بالدف في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة وسيد أبو بكر هو والد السيدة عائشة فيقول أمزبور في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم دعهما يا أبا بكر إنه يوم عيد. يعني إظهار الفرحة وإظهار الانبساط والانشراح فهذا مطلوب. يتزاور الناس يتبادلون التهاني تقدم بالسماسة سي أحمد تبادل التهاني بالسماس تبادل التهاني بأي بالأرسالات القصيرة اللي تصلنا عبر الهاتف ولا مسالس المهم إشاعة الفرحة والتزاور والتحابب لكل امرئ من دهره ما تعود. هذه عادات جديدة قد يكون الأمر فيها موكول إلى المتاح للإنسان لأنه قد تكون كلفة المكالمة إذا كان إنسان بعيد عنك في مكان يعني جغرافيا وربما حتى كثرة العلاقات يا سي أحمد خاطر ربما الإنسان تتاح له الفرصة في بعض الأحيان أنه يتزاور مع قريبه لأنه قريب منه في المكان مثل ما ذكرت ولكن فما بعد بعاد عليك في المكان وكثرة العلاقات ما فيها باش تبدأ إرسالية تقربه النفوس والقلوب حسب الظروف حسب الظروف وحسب الإمكانيات. العبرة شنوة؟ العبرة فعلا العبرة بما في القلب القلب العبرة بالتصافي وأن نصفي قلوبنا وأن نستقبل العيد كما نستقبله بالبهجة الظاهرية. لابد أن تغمر البهجة نفوسنا وأن ندرك جيدا أننا في عيد والعيد ليس من الهين أن نشوه بهجته بربما فرقة أو بتناحر أو بتبادل اتهامات وتراشق بالكلام فما أجدرنا بأن نحترم عيدنا وأن نحترم شعبنا وأن لا ننغص عليه فرحة العيد. فما ناس تستنى في العيد بفارغ الصبر فما صغيرات ينتظروا في العيد بفارغ الصبر ليلبسوا الجديد ليأخذوا هديتهم هدية العيد ليتمتعوا بلعبهم. فماذا نقول؟ نناشدكم الله أيها الناس أيها المؤمنون أيها يا من كنتم صائمين أن أيها الأخوة تسعوا بالخير في هذا العيد وأن تجعلوه معناها عيد الفرحة وعيد المسرة وأن تجعلوه عيد البشائر. صحيح احنا تألمنا في رمضان وجدت أحداث أليمة ومؤلمة وما زلنا نتألم ألم يعصر قلوبنا منها ولكن قدر الله وما شاء فعل وسيتحمل الجنات وسيتحمل المعتدون مسؤوليتهم أمام الله. لابد كذلك من أولي الأمر أن يتابعوا هذه المسائل بالحرص والجدية اللازمين ورحم الله شهداءنا ورحم الله شهداءنا وأسكنهم فراديس الجنان وإن شاء الله أجرهم عند ربي كبير وإن شاء الله هما يمكن خير منا هما عيدهم في جنة النعيم عند رب العالمين. والله تعالى يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فالحي تو الحي الموجود اللي قاعد يعيش عليه أن يكون في المستوى في مستوى الحدث اللي هو عيد اللي صحيح بعد العيد لابد أن نشمر عن ساعد الجد وأن نعمل معا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه لرفعة هذا الوطن ولكن خلي العيد
والبعض منكم ربما فاتت الفرصة مشاهدين الكرام في شهر رمضان وبقي مترددا، زعما نمشي نصالح، زعما نمشي نسامح. هذا التردد إن شاء الله يترفع رفع كامل في العيد السعيد، يبقى فعلا عيد سعيد بفضل هذا التقارب، لأنه حتى المتخاصم يا شي أحمد في العيد يلزم ينسى خصامه مع الآخر، حتى أني متعارك أنا وياك في أشياء قد لا تكون عندها أهمية كبيرة، ولكن العيد يأتي لكي يقرب النفوس ويقرب الأشخاص إلى بعضهم البعض، وهذا فعلا فضل العيد، هذا هو فضل العيد، هيك فضل العيد. نعم. ويهيئ الله سبحانه وتعالى الأسباب. سبحان الله، احنا في العيد وفي الغمرة متاع الفرحة متاعنا نؤدي شعيرة، شعيرة هذه هي صلاة العيد. نعم. صلاة العيد نصلي صلاة العيد، وعندنا فيما بعد الخطبة يلقيها الإمام. الخطبة هاكي فيها دعوة إلى التسامح، ودعوة إلى التآلف، ودعوة إلى تناسي وإلى تجاوز الخصومات والضغائن والأحقاد. فاعفوا واصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، يعني هيك الصفح وهيك التسامح مطلوبة، وهيك دور الأئمة ودور الدعاة ودور المصلحين أن يؤلفوا بين القلوب وأن يجمعوا بينها. يعني ربي سبحانه وتعالى حتى الأسباب هيئها لنا، القلوب هكا تلقاها في شوق على أن تستمع إلى أفضل وإلى أحسن الكلام. والإمام وقت اللي يقول الكلام هذا، وآخر ما يقول تصافحوا هيك المصافحة من شأنها أن تقرب بين القلوب، ويدعو صحيح. إلى التزاور، وهكا التزاور زاد كيف كيف يقرب بين القلوب، يعني الأجواء جميعا متوفرة من أجل أن ينسى الناس مشاكلهم وأحقادهم وأضغانهم واختلافهم وانقسامهم، وأن يطوى هذه الصفحة ويقبلوا على صفحة جديدة أرى محلها الدين وأرى محل القيم ممتانة، لولا أن الأنفس تقبل على الدين هذا وتقبل على طاعة ربي وتنسى المشاكل اللي لنا في نهاية الأمر. علاش؟ على متاع الحياة الدنيا، على متاع الحياة الدنيا، على حاجات بسيطة ما عندهاش معنى، على حاجات بسيطة ما هيش باقية. ويخسر الإنسان، فيما بعد يخسر عمره ويخسر حياته ويخسر دينه، من أجل ماذا؟ من أجل أن يكرس أنانيته. وإحنا لا يمكن أن يكون المؤمن أنانيا أطلاقا، هذه دعوة مفتوحة للجميع. راهي البلاد في حاجة إلى أن تتصفى قلوب أبنائها، وفي حاجة إلى أن يجتمع الناس جميعا. سبحان الله، احنا مش نسمع وراه غدوة عيد لتوانس الكل، هو عيد لتوانس الكل، ما يمكنش لعامل أو لآخر نقصي بعض التوانسة وإلا نزيد نعمق الخلافات متاعهم في لحظة يرتجي فيها الجميع أن يكون على قلب رجل واحد. إن شاء الله ما إن شاء الله ما يتحرموش التوانسة من هاللحظة هذه اللي يعيشوا فيها فرحة الفرحة. نعم. هو سي أحمد منذ قليل قال لنا ليلة العيد فما شعائر معينة، وربما هناك حاجات مرتبطة باستقبال هذه الليلة، كان نتعرف عليها أكثر معك سي أحمد في استقبال العيد. احنا ربما ما نعرفوش حسب ما سيثبته رؤية الهلال، قد يكون يوم غد يوم عيد، ربما بعد غد يوم عيد، هذا حسب ما سيتم إثباته في رؤية الهلال. ولكن له قاعدين نتفاعلوا معكم مشاهدين الكرام، وحتى تفاعلكم قاعد يوصلنا من خلال البريد الإلكتروني وإلا من خلال صفحة الرسمية لزدني علما، باعتبار أنه الحلقة اليوم هي حلقة مباشرة تفاعلا ما نعيش إن شاء الله في بلادنا من أجواء استقبال. إن شاء الله يكون عيد سعيد على الجميع ليلة العيد. هو بمجرد ثبوت رؤية هلال شوال يكون رمضان قد شد الرحال في سفر يدوم 11 شهرا ليعود إلينا إن شاء الله في العام المقبل، والبلاد بخير ونحن جميعا بخير إن شاء الله تعالى. هذه الليلة بمجرد ثبوت رؤية الهلال يترتب عن ذلك قربات وأشياء. أول شيء تجب زكاة الفطر، وزكاة الفطر تجب منذ ثبوت رؤية الهلال إلى قبيل الخروج إلى المسجد لصلاة العيد، فزكاة الفطر تخرج في هذه الليلة. صحيح أنه من الفقهاء من جوز تقديمها بيوم أو يومين، وهذا مسموح به ومعروف عند أهل العلم، حتى يتمكن الفقير ربما من قضاء بعض الحاجيات، خاصة إذا كان شكل زكاة الفطر بالنقد، نقدا يعني تعويض الطعام بالنقد، وهذا كذلك جائز. اللي هي السنة حسب ما تم تداوله 1350 دينار و350 دينار و350 1350 نعم نعم.
ثم إحياء ليلة العيد، وهذه شعيرة مهمة وأوصانا بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول من أحيا ليلة العيد أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب. فإحياء ليلة العيد بماذا يكون؟ لا يكون بالصخب ويكون بالمعاصي كما يفعل الجهال والعياذ بالله، لكن يكون بحمد الله، يكون بالتكبير كما أشار إلى ذلك الأستاذ محمد، يكون بإحياء هذه الليلة بالتزاور. ربما الإنسان يمشي يزور أقاربه قد يكون يقوم بعمل يقرب فيه بين كما قلنا بين زوجين، بين صديقين، بين جارين متخاصمين.